اللي يحب الرياض بس بالرحله ثاني. يلا بس الصراحه يعجبني هذا السوق بشكل مره ولولا لازلنا نختار عباية الروزة إلا تبغى تشتري عباية من سوق طيبة عشان تبع عباية كذا كشوخ الرياض. حرفيا أنا عندي جميع أنواع العبايات خلاص ما لي أي حق إن أنا أشتري عباية الآن إلا لو عجبتني واحدة كذا وسعرها كويس أوكي. أنا ما شاء الله مالت شنط روزة قبل ما تخلص. تخيل ما راضي يعجبها شيء من أول لفلف ما في شيء يعجبه. بس الصراحة يعجبني هذا السوق بشكل مرة رهيب يعني في كل شيء في بالك من كل شيء تبغوه تلاقوه من عبايات شنط اكسسوارات. يفكز مرة يا حظ أهل الرياض. إيه صح إحنا عندنا في جدة في مكان يعني مسي نفسي. تشوفوا إذا طحت على مكان كذا أشياء اللي عندهم أخذت أظافر 2 بـ10. روزة ما زالت تختار. بنات أعشق شيء اسمه نظارات. تخيلوا شوفوا هذه مرة حلوة لبستها باللبس طلعت موت موت. شوفوا والله رهيبة رهيبة مرة ولا لا قوة إلا بالله. هي ما خسرتي شيء بنات. شوفوا مرة في مخاوير مرة حلوة. هذه مو مخاوير أتوقع جلابيات بس هذه مرة عجبتني حسيت ناس برمضان. معلش بس حر الرياض ما يمزح أقسم بالله ما توقعت مرة حر. شتري مويه باردة الحرمة تقول لي هذه ثلج قلت لها عادي عادي جيبي. شوفوا كم عمرك وصلنا. من جد ايش كان الضحك ربي جاي من طيب على بزون. فين هذا فطيرة غلام اللي تقول عليه؟ بعدين جاي بزون بروح كافيش فطيرة غلام. ويا العباية العباية سلمش. بنات هذا مجد كل شيء حولي يذكرني بشيء. كل ما نجي هنا الرياض لازم بابا يجي هذا كوفي خصيصا. يا ربي وحشني بابا. اوكي بالله ولا وري وري ايش اللي حكت عجوزه والله انها حلوه. شوف البسها البسها ما لبسنا. ايوه صح اوريكم عبايتي لليوم من جايز طلبت ماتشا لانه عماتي جربوها وكلهم قالوا انها رهيبه. فيعني صراحه من يوم ما جيت الرياض ما شفت ماتشا فخلاص بشرب ماتشا. يلا نجرب نشوف. امزح مقلبك بس مرة حالي يعني انا بالنسبة لي اعتبر انا بالنسبة لي اعتبر حالي. عندي اوقدك حق شك خلاص كذا نقول انه خلصنا. عمتنا بترجعنا البيت من بدري. تخيلوا في الرياض نرجع الساعة 10 ليش؟ عشان الطريق من جد مرة طويل يعني عبال نوصل 11 كثير. ايش رايك كم تقيم طلع اليوم؟ اوريهم اوريهم التيشيرت من ورا. انا صحوني جد حلفين نحلل كل مكان بالرياض بس بنروح لفين ناكل وقت خلاص اخر شيء ونروح البيت. يلا بنات شوف المنيو عندهم خيارات متنوعة مرة. احنا بناخذ ماله خلاص مرة ما نبغى حلو. تخيلوا هنا وافل بالبيض والتونة فا مدري انا اخترت يمكن اخذ ايج اند تشيز. نقول لك ايج اند تشيز امزح باخذ سندويش بيض. يلا وصل الطلب. هذا من اقتراح مين؟ زحف لي زحف لي. رب الكعبة غباء اخذت طلب عماتي ونسيت طلبي جوا. ايش الغباء هذا والله ورب الكعبة غباء يفشل. طلع كلنا ناسين عندنا طلب اصلا. يلا قاعدين نسوي الترند هذا. شوف روزا وريهم المقطع. مرنا بقالة بناخذ فريحات البيت اللي ورانا سهر بنسهر في بيتها. اقول هذا حشبيني بالبنغالي. يلا خلاص وصلنا البيت. استغفر الله. اليوم نوريكم ايش اشتريت من سوق طيبة. تخيلوا اليوم ايش اقول لمتابعيني قلت لهم بنات اعطوني صوالين في الرياض وما ادري ايش مسوي اظافري. قمت تخيلوا رحت سوق طيبة لقيت ايش ابيعوا الاثنين ب10 ريال والالوان. شوفي نفس البيت الموديل مو نفس الموديل. تخيلوا هذه ب50 خليتها تنزل تخليها 45 نزلتي 5 ريال. هذه روزة معايا بس كذا واقفة. لا دقيقة 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 دقيقة
أنا قلت له آخر أنا مرة عجبتني. أسلوب كل شيء. تخيلي روزة في محل لعبات تشتكي للهرو. قلت لها أنت كريمة وإحنا مرة نستاهل. لا الفرق تقول لي أنت غالي علينا وهي أول مرة تجيها. ما تعرفها. على قل حتى. روزة تكسر على 10 ريال الأغنية ما شفتها في سوق الشاطئ تكسر على 10 والله أنا غاصلة يدي حتى في العبايات. قلت له 180 لا 170 إيوه. يعني هو مدحت انا سايكو؟ لا ما شاء الله اسمك فجأة تناسب هذا الديزاين الدائرة مدحت ترى ترى انا بروح انام عند توتا ما ابغى انام عندكم خلاص وزوج عمتنا جاب لك معنا حلاسين ناكل سكريم ناكل سكريم افضل سكريم في العالم ماما ايش تقولي؟ يلا ندوق نقيم والله توتي تعالي كل سكريم معنا هاي تعالي احسن من غندوره والله طعم داب داب والله ما اكتب على اوريو كم تقيم كم شوف اللقمه هذه يلا حبيبي يلا كل كم تقيم فل من 10 فل من 10 فل ماسك احلى من غندوره الحين ايش قاعد اسوي لكم قرب مقفل الاغنيه قرب غير اتكلم زي الناس اذا منتج لكم المقطع اللي بنزله دحين اقصد بعد هذا يعني قبل هذا قبل هذا الساعه 4:34 الفجر وانا لسه قاعده منتج لكم هذا الحب هذا الحب رحم اللي يبغانا نسوي اندومي ايش تبغى نسوي لكم نام بشطه بالرياضات بسرعه اطلع نام شوف رحم من اول طقطقه يا على بطانية رب الذبة خايس من يوم ما جيت يقول بطانية بطانية رب تخيل من يوم ما جيت رياض المويه صفر مويه من جد صفر اشرب يمكن اشرب كوب ربع كوب في اليوم كله يلا يلا طلعنا طلعنا يلا توتي تقول لي رايحة انت بسرعة نلحق عليها والله تسويها توتي خلاص خلصنا بسرعة 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 خليني اتأكد انهم نايمين 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 يلا 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 بسرعة 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 اليوم آخر يوم ألبس في العباية أو آخر صباح بحليلة تحليل العصر بغيره بلبس شيء ثاني خلاص وهذا نربيه في الشنطة الله يا الشمس الله يا الشمس فطور والله الكيس ما فطرت اكل ترى حق امس لازم اكله قاعد تضار من شناره مكيف برد علي يا لا هلا بعد البارد الله حلو حلو اليوم من جينا بيتها شوف مرام بيتها مو بيت اقصد المطعم ريحه المكان حلوه ريحه الفتك سندوسة هندية اوريكم فيديو رفوني سويته والله ابداع ابداع هذه ايش سلطة شمندر و كينوا كينوا كونيتشوا يلا ان شاء الله كم ضيفه خفيفه عليكم ام بتزحلق اطرحه قررت تصير مايل ابغى اجلس انا قدام ما اجلس قدام روزا اوف بس انا صغيره ترى عقلي كبير عقلي كبير لا 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 تكفى ولا غنى ولا غنى لو هنا ولا مسكت ورق عنب من امس الليل خلاص جينا اليوم نشتري
هذا مره يشهي مره. شوف شوف كيف فلوق من كل الجهات، تيك توك يوتيوب كله. شرينا ورقعنا تخيل قطة كم طلع؟ كل واحد 15 ريال. 15 ريال يا بلاش يا بلاش. بات من جد. يلا يا حجة يا حجة وخر. حرفيا حصة المكياج ما تمزح. تهزنا دحين بنطلع بنروح نشرب ماتشا. بنروح نشرب ماتشا. فجهزنا انا وعماتي دحين نخرج. انا لبست لبسي. بشوف بلبس العباية البنكية يمكن. يس. شو بلبس هذا الشنطة اليوم؟ حلبتي بس خلاص حس اليوم تناسب مع البنك صح؟ جرب نظارة روزة. ايش قاعد تسوي؟ نظارة روزة. بعدين وصلنا مجمع الماتشات. I'm so excited عشان الماتشة بس لبست عباية وردية بس عشان الماتشة. واحدة قالت لي اصور فلوق ماتشة وانا بالعباية البنكية عشان كذا سويت، ولا انا اصلا ما كنت بصور يعني صراحة. يلا على سو ماتشا. شوفوا حتى الشوز بنكي. الحين انا اعرف شيء بطلب. لا ما اعرف ايش بطلب يعني. بعتمد على روزا هي تطلب لي ماتشا. اثيوبي اثيوبي. قاعدة اخذت بالروزا هذا. اوه كم بنك ايش صار؟ انا حط عليه شوية ماتشا. المهم يلا دحين بنجرب بنشوف. I love you so ماتشا. ما شاء الله. شوفوا انا حقتي اللي بالروز بالورد صح؟ وروز اخذت بليش؟ باللافندر. يلا. نسوي ميكس. تخيل تنطش بوجهي والله ابكي. يلا الحين بنجرب الماتشا. ليش ندس لنفسي؟ انا كنت اجربها. يلا 1 2 3 ارمي. اللي يحب اللافندر مره راح يعجبه لان نكهه اللافندر فيه واضحه صح. عجبني انا هذا عجبني لما جربت التستر ما عجبني بس انا عجبني صراحه. حتى شوف هذا السيرب تحطه لو حسيت انه ناقص. هذا حلو اللي من جد اللي اول مره يجرب الماتشا لو كانت مره يحط السيرب على طول. لا جرب والله طعمه ايش اللي زي وجهك. وجه حلو. حلو والله. كم اسعار هذه؟ ما ادري بس احس بكلية. شوف الاكواب حلوة. بشتري ملابس. بشتري ملابس. شوف طيب ايش فيه. شوف ايش بيعجبك. شوف التيشيرتات. يلا. عبايات. الله هذه شفتها في والله شفتها في سوق طيب اقسم بالله. ما لي حاجه. يلا لقوا الشاص عجبتهم مره. بلا خلينا نشوف بكم. والله السوداء احلى. شوفوا هذه كذا كانها جاردن. اسمع السوداء احلى والله. تدعي لي السوداء احلى. يلا يلا خذ واحد 15. يلا وريهم الكوب. وريهم الكوب. خذت الحين كسر. الاخ السايكو. استغفر الله يا رسول الله. اشهد يا تاريخ اول مره جوجو تدخل محل زي كذا وما تشتري تفاهات مع انه والله مره كان في خاطر اشتري هذا. اوكي جايز دوبنا رجعنا. بعلق العبايه. علقت العبايه اوكي. الحين ساعة عشان ألبس اكسسوارات. الله أكبر. مرة.